أفاد المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفلبين بأن حصيلة قتل الانهيارات الأرضية والفيضانات قد ارتفعت إلى 61 قتيلا، فيما لا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين، وتم الإبلاغ عن 50 ضحية في جزيرة بيكول، في حين توفى 11 شخصا في منطقة جزر فياسياس الشرقية المجاورة. وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن شدة المنخفض الاستوائي تراجعت بعد وصوله إلى اليابسة يوم السبت، لكنه حذر من أن الأمطار يمكن أن تستمر في الهطول على الأقاليم الشرقية.